السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله اخباركم تمام. بتمنى تكونوا شفتوا الدرس الماضي، ان شاء الله تكون عجبكم المقدمة او عرفتوا تماما ايش ممكن ايش راح نشتغل خلال هذا الدرس او خلال هذه الدورة مع بعض. في درس اليوم راح يكون كمان لسه مبادئ، ومثل ما حكينا بالمرة الماضية راح يكون مثلا اول درسين ثلاثة شوي نظري، بالعاده بالدروس الاخيره او يعني من السادس مثلا وبعد، او من السابع ثامن وبعد، بيكون في تطبيقات عمليه مثلا على تصميم منزل وهكذا. خليني اخذكم فورا على محتويات درس اليوم. هلا درس اليوم اول شيء مثل ما قلنا بانه هو تعريف، فرح نحكي بشكل كتير عام بالبدايه ما هي العماره، مفاهيم اساسيه في العماره نفسها، وبعدين ما هو علم البناء او هاي المادة اللي نحن هلا عم نشوفها مع بعض، ايش بتتناول، عن ايش بتحكي، ايش بتفيدك، هذا كله رح نشوفه اليوم بدرس اليوم. طيب خلونا نبدأ. ما هي الهندسة المعمارية؟ الهندسة المعمارية دايما نحن بنسمع عنها ونعرف عنها، في ناس مثلا داخلين يعرفوا عن والله حابينه الفرع وداخلين وباحثين عنه وبعدين داخلين في الفرع، في ناس لا طلعت لهم وسمعوا انه حلوه فرادوا يلا خلينا نشوف حظنا او كذا. بالنسبه للاثنين انتم معكم حق، الشخصين اللي يحب العماره واللي لسه ما يحب العماره متاكد انه خلال دراسته لها راح يحبها، لانه حكيت هي قبل هلا انه انا عن نفسي لما دخلت عماره ما كنت كثير بعرف فيها، ولكن بعد ما دخلتها ثاني سنه ثالث سنه صارت تحولت لعشق اكثر من انه والله مجرد والله شيء بحبه او فرع حلو، صارت نوعا ما كل شيء بحياتي تركز على اساس هاي الهندسه او هذا المفاهيم هاي. طيب العماره هي فن وعلم تصميم بالبدايه، يعني هاي هيك مثل هذا التعريف، يعني ممكن تشوفه من ويكيبيديا من اي حدا تاني ممكن اعرف لك اياه بهالمفهوم، فبيعرفوه به شغلتين، اول شيء فن، ثاني شيء علم تصميم، وبعدين تخطيط. فمثل ما دائما يعني العلماء الاعصاب مثلا بيقولوا انه المخ الانساني، العقل الانساني عباره عن نصين او نصفي كره مخيه، النصف الكره اليميني بيكون بيركز اكثر على الشغلات مثلا العفويه، الشغلات الفنيه، الجانب الجمالي اكثر ما انه الجانب التقني، بينما النصف الكره المخيه اليساري هذا بيكون بتناول الامور تقنيه اكثر، بحب الحساب اكثر، بحب الرياضيات اكثر. في ناس مثلا طرف من الطرفين بيكون طاغي نوعا ما على الثاني، فبنشوف المهندسين اللي بحبوا الهندسه دائما فكروا رياضيات رياضيات حسابات ابعاد كذا كذا، بينما بنشوف ناس كمان فنانين الجمال ولا الرسام ولا اي حدا عندهم شغل بالفن بنشوفه دائما انه والله يعني معقد بمواضيع الفن او النظر او الشيء الجميل اللي العين تنظر له. فهي الهندسه المعماريه كتعريف لها بتصير بتجمع لك بين هذا القسم وهذا القسم، انت مضطر بنفس الوقت رح نشوف هلا كمان خلال ليش مضطر وايش المصطلحات اللي رح نحكيها، انه ليش تختار او تشغل القسم اليميني الفني الجمالي بنفس الوقت وبنفس القدر اللي انت بتستخدم القسم اليساري التحليلي والتقني. رح نشوفه طبعا هلا خلال التفاصيل، بس هيك تعريف. هي فن علم فن وعلم تصميم وتخييط وتشييد تخطيط وتشييد المباني والمنشآت ليغطي بها الإنسان احتياجات مادية ومعنوية، وذلك باستخدام مواد وأساليب إنشائية مختلفة. فعمليا بهذه الجملة نوعا ما غطينا كل شيء بالعمارة. ثاني شوي عم نشوف مشكلة. فمثلا مثل يغطي الانسان احتياجات ماديه، اول شيء حكينا عن اسف في شيء غلط صار بالماوس عندي، سواء راح اوقف شوي الفيديو ونكمل. طيب ان شاء الله ما حنعيش المشكله مره ثانيه. اللي يغطي بها الانسان احتياجات ماديه، اول شيء احتياج الانسان، هذا كمان راح نشوفه هلا. هدول الأقسام الرئيسية اللي عم نشوفهم بالتعريف رح نشوفهم بشكل مفصل هلا بالدرس.
ليش احتياج الإنسان، من وين طلع، إيش احتياج الإنسان للمبنى أو للعمارة بنفسها، وهكذا. وذلك باستخدام طبعا مثل ما اللي شايف مواد وأساليب إنشائية مختلفة. هي المواد أصلاً بالمواد البناء، الحجر، البيتون، الحديد، المرمر، وهكذا. وأساليب إنشائية مختلفة، صار في أساليب كتير طلعت جديدة كمان. راح نتعرف على أهم طرق العمارة. طيب، كبداية للعمارة، مثل الشيء اللي راح نحكي عنه تكون أول شيء، مثلا هو نابع احتياج العمارة من احتياج الإنسان إلى مبنى، من احتياج الإنسان إلى، بيقول بالتركي اليوا أو البارنما، أو الكلمة الأساسية اللي راح يستخدمها الأستاذ بهذا السياق اللي هي البارنما، إنه أنت تكون عندك مثلا ملجأ فوق رأسك يحميك من متغيرات الطبيعة اللي حواليك. فهيك الإنسان كان حاجته بالبداية، مثلا كانت خيم، كانت كهوف، كانت هكذا. بعدها شوي شوي اتطورت هاي الأمور وصارت عبارة عن فن معماري. صار في ناس، لذلك هون بيظهر العمل المعماري، صار في حاجة لناس يشتغلوا معماريين. فهي بداية العمارة، انه هي احتياج الانسان. اوقات بيكون احتياجات مادية او احتياجات معنوية، اوقات بيكون مباني خاصة اللي هي السكنية او كذا، وفي اوقات بيكونوا مباني عامة اللي هي مثلا اسواق، مراكز ثقافية، تجمعات، وهكذا. فمن هون بيبدأ معنا علم العمارة. طبعا كمان لمحة شوي تاريخية، يعني لازم المعماري يكون عنده لمحة تاريخية. طبعا بهذا القسم بالذات، بهذا القسم في عندي مشكلة بالماوس. هي المعلومات بالذات راح تكونوا تاخذوها بدروس التاريخ المعماري، بتاريخ العمارة. في عندنا نحن كطلاب هندسة معمارية في عندنا عدة أنواع من الدروس، هذا كمان راح أحكيه هلا طالما عدينا شوي بلمحة عن دروس التاريخ. في عنا سلسلات من الدروس، مثلا سلسلة تتعلق بمواد البناء، سلسلة تتعلق باستاتيك وكذا. في واحدة من سلسلات هاي الدروس اللي هي سلسلة التاريخ المعماري، ميمالك تاريخي. طبعا أنا في جامعتي كان اسطنبول التقنية كان عبارة عن أربع دروس متتالية. بالفصل الثاني بدأنا، الثالث والرابع والخامس أخذنا كل فصل حقبة أو زمن معماري معين. فمثل ما احنا شايفين هون، مثلا من ancient Egyptian بلش بالمصري القديم، لليوناني القديم، للروماني القديم، البيزنطي، مثلا هاي آيا صوفيا، وهكذا. انه كيف كانت العمارة من أول ما بدأت لحد الآن، مفهوم الناس العمارة، ايش المواد المستخدمة، ايش المعماريين ايش يحبوا يبنوا، ايش اهم مباني في العالم. مثلا مثل راح تعدي عليكم مثلا الكنائس الجوثيك اللي مثل تبعت كنائس باريس وهكذا، او بعدين مثلا في اظن راح نجي كمان على تاج محل، المعمارة الإسلامية، بعدين صار في اسمه جوثيك ريفايفل. بعدين يعني بنفس الوقت موازاة لايام الجوثيك باوروبا، كان في الاوتومان، العمارة العثمانية في تركيا، كان في قبل مثلا العمارة الأموية والعباسية. فكل حقبة على حسب احتياجات هي الزمن أو احتياجات هي الحقبة الزمنية أو الناس اللي عايشين، تطلباتهم، كان في يطلع شكل من أشكال العمارة مختلف. فهذا الشيء طبعا ما حكيت أنا عنه بشكل مفصل. بعدين بوصل بالأخير لعند مثل ببلش بالإكسبرشنزم أو التعبيري، او بيطلع بعدين مدارس او اساليب معماريه بسموها اسلوب معماري او طراز معماري مختلف. هدول كمان تقريبا من هون ونحن جايين هيك لهون، هدول كلهم في اخر قرن، يعني في اخر 100 سنه من 1900 ونحن جايين. فصار في نظريات كثير كبيره واشكال مختلفه من العماره، مثل ما شايف في هون الديكونستراكتيزم او بسموه في شيء نيو فيوتشرستيك او كذا. في عدة
حقبات او طرازات او اساليب معماريه. بالتركي حتى تعتبر الكلمه اسلوب، معماري اسلوبه او معماري طرزه مثلا ممكن كمان تستخدم. فهدول كلهم راح نشوفهم، راح تشوفوهم انتم بدروس التاريخ. حطيت عنكم لمحه لحتى كمان اللي مهتم يرجع يشوفها. مثل ما حكيت، مع انه راح تشوفوها مثلا في اهم الحقب التاريخيه اللي بيدرسونا اياها في الجامعات، هي مثلا الرينيسانس، بعدين مثلا بعد الرينيسانس اظن في الجوتيك. الترتيب هون ما اظن مزبوط، ولكن مثلا في كمان الباروك، في الرومانسك، في الروكوكو، في الجوتيك، في الارت ديكو، في عده حقبات معماريه. كل واحده كانت تختلف شوي صغيره عن اللي قبلها، وكان في اختلافات بسيطة أو مرئية، يعني مو بسيطة، مرئية بالمظهر الخارجي المعماري. فمثلا هو مثل ما أنا شايف مستخدمين الأرك أو الأقواس بشكل مختلف عن اللي استخدمته الجوثيك مثلا. نشوف الجوثيك شوي على مقوس أكثر، أو له صاحب هيك مبوز أكثر. ف هدول كلهم كمان خلال دروس العمارة أو تاريخ العمارة راح أحكي فيهم كتير هلأ، بتشوف الفروقات بيناتهم. طيب، هاي كانت لمحة معمارية كيف تطورت العمارة، كيف بدأت من احتياج الإنسان، ليش الإنسان احتاج معماري، بعدين المعماري شلون صار مخه يفكر، شلون صار يعمل شبابيك، يعمل أبواب، يعمل أقواس، قبب، كل شيء صار، كيف المعماري تطور ووصل لحالتنا اليوم. هذا حبيت اعطي عنه لمحه مثل ما شفتوا. النقطه اللي بعدها هي مفاهيم تتعلق بالعماره. مثل ما حكينا اليوم، لازم نحن لما نفكر عن العماره رح نفكر بشكل منهجي شوي، انه يكون عندنا يعني مثل هيك لو نظره شامله عن الموضوع، لحتى لما استاذنا يقولنا اي شيء أو أي كلمة أو أي يشرح لنا أي موضوع، إحنا نعرف هذا الموضوع الأستاذ عم يشرحه تابع لمين، أو بيتصنف تحت أي فكرة. فلذلك حبيت أعطي مفاهيم تتعلق بالعمارة. في شيء اسمه الدوال أورتام، رح نشوفهم هلا وحدة وحدة. خلينا نبلش فيهم وحدة وحدة. الدوال أورتام، نحن بنعرف إنه مثلا أنت لما بكره بتستلم مشروع، بتستلم أرض، يكون حدا يمكن بتعرفه لما المكان اللي رح تشتغل معه او كذا، زلمه عنده ارض بده يبنيها، فممكن يبنيها سوق، ممكن يبنيها معرض، ممكن يبنيها بيت. الارض هي اللي انت رح تبني عليها هي البنايه او البنايه اللي عم تشتغلها، هي وين عم توقع؟ عم توقع بالطبيعه. فانت لما بتاخذ ارض، الارضيه اللي تحتها شو؟ هل هي ارضيه مثلا رمليه؟ هل هي أرضية حجرية؟ هل هي أرضية ترابية؟ فحسب المكان اللي أنت عم تبني فيه راح تشوف نوعية الأرض بتهم، نوعية المحيط بتهم، هل في الجوار في أشجار؟ هل في عندي منظر حلو؟ هل في شيء يعني بيأثر على بنائي؟ فأنا المبنى اللي عم أحطه ما عم بشيل أنا أي مبنى هيك مثل عبارة عن مثلاً ماكيت أو كرتوني أو ما بعرف أي شيء، علبة عم شيلها بحطها هون، إذا شلتها حطيتها هون بيمشي حالها، وإذا حطيتها هون بيمشي حالها. لا، العمارة في شيء اسمه الدوال أورتام، اللي هو أي شيء محيط فيزيائي، مثل يعني حتى الشمس، يعني مثلا الناس اللي بيبنوا مباني. أنا مثلا اشتغلت مباني في السعودية، في الكويت، اشتغلت مثلا مرة في إندونيسيا، اشتغلت مرة في تركيا، يعني طبعا مشاريع هناك، ولكن كل مكان عن مكان بيختلف الشمس من وين بتجي، من وين بتشرق، من وين بتغيب، كيف بتأثر على مبناي، كيف تضوي لي الغرفة تضوي إضاءة طبيعية. مثلا في شيء كمان عندنا موضوع التهوية، الهواء الطبيعي شلون بيعدي من هاي المنطقة، من وين جهته، هل هو هواء غربي، هو قبلي جنوبي ولا غير شيء. هدول الأمور كتير مهمات بالنسبة لي تصميمك أنت أو تفكيرك بالعمارة. فهذا الدوال أورتام ما بنحسن ان احنا نفكر كمعماريين، نفكر بالمبنى بشكل مستقل عن المحيط الموجود فيه. هاي الهدف كان اللي بدي اشرح لك اياه
حتى كمان موضوع المصطلحات اللي عدت معي، مثلا إضاءة طبيعية اسمها الدوغال أيضا لاتما، تهوية طبيعية اسمها الدوغال هافالاندرما، الدوغال أورتام أو مثل ما اللي شايف هو المحيط البيئة الطبيعية. في شيء اسمه كمان مثلا فيزيكسال تشيفري، البنية أو المحيط الفيزيائي، فهذا بيعني فيه نفس الشيء. طبعا أظن في بعض الجامعات حتى في درس كامل اسمه فيزيكسال تشيفري كونترولو في تشيكاو، كنا نسميه هذا بالسنة يمكن ثالثة، درس تقيل كتير كيف انك تبني مبناك بحيث انه يتجاوب مع المحيط بشكل حلو بشكل صحيح. فهاي اول مفهوم من مفاهيم العمارة، هاي لازم واحد يفهمها يحطها في مخه، انه انت ايش في حواليك، تطلع هل المنطقة انت حواليك سكنية، هل ولا منطقة مثلا شوي مفتوحة، هل حواليك في شارع، هل في، هذا كله طبعا بيأثر على تصميم. النقطة الثانية اللي هي الإنسان. طبعا بالنسبة للإنسان، إيش يعني الإنسان؟ أو إيش ليش حطيت الإنسان هون؟ لأنه أنت أي شيء عم تبنيه هلا أنت في حياتك، أو في أي شيء عم تصممه، كان مشروع بالجامعة كان أي شيء، الهدف الرئيسي منه هو الناس اللي عايشين جواته. فهدول الناس اللي عايشين شو هن احتياجاتهم؟ في شيء مثلا اسمه احتياج بروجرامر، او برنامج الاحتياجات، او الريكويرمنتس بروجرام بالانجليزي. فهذا الشيء لما انت اي بدك تجي هلا مثلا تفتح سباق تصميم، او حدا طالب تصميم، او اي شيء في العالم كله، في شيء اسمه احتياج بروجرام، انه الشخص اللي حيستخدم هذا المشروع من بعد تصميمك، المستخدم يعني، اذا عم تصمم بيت الناس اللي يسكنوا فيه، اذا عم تصمم مثلا مول الناس اللي بيشتغلوا فيه، او الناس اللي يروحوا يشتروا منه كده، فهدول اسمهم يوزرز، المستخدمين كل نجد احتياج بروجرام. فبيقول لك انا لازمني مثلا 500 او 500 كتير 100 متر مربع دكان، 100 مربع 100 متر مربع مثلا مسجد صغير، 100 متر مربع مثلا ملحقات اخرى، 100 متر مربع بقول لك مثلا 500 متر مربع مساحه باركينج سيارات وهالحكي. فليش هدول كلهم بيحدد لك اياهم؟ لانه الانسان هو اولا واخيرا انت عم تبني بنائك للانسان، فاحتياجات الانسان بتكون كمان مهمه كتير كتير. اي شيء عم ترسمه وعم تصممه وعم تعطي، لازم تحسب حساب كيف حركه الانسان، مثلا من وين المداخل، من وين الدراج، من وين بده يطلع يروح يمين، بده يطلع يروح يسار، شلون يتحرك. مثلا مثل ما اللي شايف هون، شايف عدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني هدول البوث بسميهم، أو مثل الفتحات أو دكان صغير، إنه يروح الشخص يتعامل معه، فيعرف الإنسان وين يروح. هذا حركة الإنسان شغلة كتير كتير مهمة. طبعا في عندي درس كامل، أنا يمكن الدرس الثاني أو الثالث من هاي الدورة رح يكون بشكل كامل عن الإنسان، حركة الإنسان واحتياجات الإنسان وأبعاد الإنسان وكذا، هدول كلهم رح نشوفهم بالتفصيل. طيب، في عندي كمان مفاهيم، المفهوم الثالث اللي هو اسمه يوريتيم، بناء يوريتيمي، أو يعني إنتاج البناء، عملية إنتاج أو تشكيل أو البناء، يعني تبني البناية أنت. إيش بفيدك، أو شلون تهتم انت في موضوع الاوريتم؟ مثلا هذا المبنى، ما بعرف اذا اغلبيتنا بيعرفوه، اللي هو اسمه هايدر عليف يمكن، ايه تمام. مبنى من مباني زها حديد في باكو على الاغلب، خانتني الذاكره، كثير كلياتنا بنعرفه، بنعرف شكله، هو مبني، ولكن ما بنعرف مثلا ايش صار خلال عمليه البناء، شلون هيك اشكال معماريه كانت مثلا اورجانيك بسموها، او عضويه، او هيك بسيطه ملسه سهله، شلون صارت بهالشكل، انه الواحد بيطلع عليها بحس انه شغله سهله ولا شغله طبيعيه، شلون بنوها. فطريقه البناء، عمليه البناء، التقنيات المستخدمه، مثلا مثل ما اللي شايف هون الستركتشر، أو الأساس، الهيكل الأساسي هو بيتون، بالإضافة إلى
حديد، والحديد كمان عم ينربط مع حديد هيك خارجي، هذا الشيء اللي عم يطلع هيك عم يدور، وبعدين الهيكل هذا الأزرق عم يركب أو عم يلبس على العظم، الهيكل العظمي الموجود. شلون تخيل مثل الإنسان، في عندك هيكل عظمي بعدين بتلف فيه الأعصاب، بعدين بتلف فيه العضلات، بعدين بيغطيه الجلد وهكذا. فهذا السيستم نفسه بدك تصير أنت تفكر فيه بالمستقبل ببنائك. فما بحسن أنا والله بحط بناء والله شكله حلو، أعمل هيك كتلتين حطهم فوق بعضهم، وبعدين ما أعرف أحسب مثلا في كتلة طايرة تصير، ما أحسن تنشال أو يعني ما أحسن أبنية. فلازم البناء كمان أنت خلال تفكيرك بالعمارة تفكر بعملية البناء، يابم، هي عملية البناء. طيب، في عندي كمان المادة الرابعة أو المفهوم الرابع الأساسي اللي هو يعني طبعا ما بيشكل العمارة بشكل كامل بشكل رئيسي، هو اسمه البنية المجتمعية، توبلوم يبس. أنت فمثلا عم بحكي بما أنا من حلب، بحكي شوي مثال عن حلب. كنا بنعرف إنه مثلا حارات حلب القديمة لما نمشي فيها الشوارع بتكون مثلا أغلبها هيك ضيقة، بتكون يعني الأراضي هيك ما كتير مستوية، بيكون البناء اللي حواليك مثلا كله حجر وكذا. فهذا لما أنا بمشي بهيك حارات بحس بإحساس أو بفهم إنه المجتمع هذا اللي كان موجود أو اللي عايش هون طريقة حياته هيك، طريقة إنه هي المجتمعية تبعه هيك. مثلا المباني العربية الحلبية القديمة بتكون من الخارج بيكون حجارة مصمتة، بيكون مبنى هيك كامل، انت بتطلع من برا تشوف ممكن باب، ولكن اغلب الجدار بيكون مصمت هيك كامل حجر. مثل مثلا بتتذكروا اذا المباني كمان بالشام القديمة من المسلسلات الشامية اللي كنا بنعرفها، ف بتشوف انه من الخارج المبنى عبارة عن هيك كتلة مصمتة نوعا ما، ممكن تشوف فيها شباك شباكين قليلات، ولكن من الداخل المبنى بيكون مفتوح على او ارتبط شيء على الاولو او على صحن البيت، الصحن. فهذا هي حركة البيت، هي بيعطيك مفهوم بالتركي يقال عنه ايتشيدونك، اللي هو يعني حرفيا يعني انه من دار الى الداخل، او يعني بتشوف جهته متوجه الى الداخل. فبتشوف انه فبيفهمك هذا الشيء، انه حتى المبنى نفسه بصير بفهمك انه الناس اللي عايشين فيه طبيعة حياتهم انه من برا يكونوا شيء صامت هيك، انه ما يشارك كتير من محرمية او خصوصية البيت، وانما من جوا بيعيشوا الحياة الطبيعية الحلوة الفرحة هيك، المرحلة اللي فيها مثلا ساحة فيها تهوية فيها نباتات فيها مي فيها عنصر بالنص الماء وهذا. فهذا الشيء بفهمك بيعطيك فكرة عن هاي المجتمعية أو هاي البنية المجتمعية اللي عايشة فيها. فهذا مقصود من توبلوم يابس. أنا ما بحسن ببني بناء كمان بدون ما أشوف إيش في حوالي. فأنا المبنى اللي عم ببنيه مثلا في إسطنبول غير المبنى المبني مثلا في أنقرة، غير المبنى المبني طبعا من جديد تقريبا على المودرنيزم والحركات الجديدة، صار كل المدن تشبه بعضها، هي عبارة عن علب كبريت عم تتكرر وكذا. بس لازم يكون كل بنية مجتمعية لها هويتها، تبين هويتها من خلال العمارة تبعها. لذلك هي حبيت كمان أذكرها، البنية المجتمعية كمان موضوع مهم. بعدين المفهوم الأخير اللي هلا نحكي عنه اللي هو المستوى الثقافي. المستوى الثقافي، المستوى الثقافي ايش يعني؟ مثلا مثل ما اللي شايف بهذا المبنى، هذا بالنسبة لكم ايش ممكن يكون؟ انا بقول لكم شو هو، هذا عبارة عن تصميم لمسجد. ليش مسجد؟ ليش صار بهالشكل؟ انا شو بيعرفني انه هذا مسجد؟ طبعا المسجد هذا كان اظن ببريشتينا، مدينة في شرق اوروبا.
كمان فيها أغلبية مسلمة وعملوا مسابقة تصميم، والمتسابقين أظهروا تصميمات كتير كتير حلوة، في فوق 20 تصميم، حتى يعني ممكن يكونوا في بعضهم أجمل من هذا بكتير، ولكن اخترت هذا كده تغيير، قلت حطه هيك نحكي عنه شوي لحتى نفهم إيش هو المستوى الثقافي. إيش يعني المستوى الثقافي؟ مثلا أنا لما بجي بحتاج مسجد، من قبل مثلا كنا مثل ما بنعرف اللي عايش في اسطنبول أو في مدن تركية بيعرف شيء مثلا عمارة معمار سنان، بيعرف العمارة العثمانية، الجوامع العثمانية القديمة شلون، فكمان بيوحي لك بالمستوى الثقافي اللي كانوا عندهم بهداك الأوقات، تقنيات البناء اللي استخدمها معمار سنان والمعماريين العثمانيين وهكذا، كان شيء يعني يعتبر فائق من نوعه، لما كمان واحد يشوفه هيك ممكن ينذهل فيه وكذا. ولكن نحن هلا في المستوى اللي وصلنا فيه في هالعام 2020، صار في عنا تقنيات كتير كتير كبيرة وكتير زايدة، صرت عمليا بإمكانك نوعا ما تعمل أي شيء، تبني أي فكرة تعملها، فلازم أنت تظهر مستواك الثقافي نوعا ما. يعني أنت لما بيكون المبنى أو الحياة اللي عندك إياها بيكون فيها يعني بيكون فيها مثلا جمال معماري أو عناصر معمارية هيك معقدة أو أشياء كتير كتير توحي لك يعني بالتعقيد، فأنت بتصير بتفهم إنه المستوى الثقافي تبع هاي المدينة أو هذا المكان عالي. فأنا لما بروح بصلي في هيك جامع مثلا، غير لما بصلي أنا في مثل أي جامع من جوامع اسطنبول، طبعا ما بقول إنه والله اسطنبول ما هي مثقفة أو ما فيها مستوى ثقافي وكذا، أكيد في كتير مباني في اسطنبول هيك، ولكن هذا الشيء كمان بيصير بيحسسك إنه نحن هلا وصلنا بال2020. صحيح في نحن مثلا مثل هذا الجامع في عناصر أساسية في المسجد، اللي هي مثلا هاي القبة مبينة عليكم، وفي عنصر مثلا هذا شو اسمه المآدنة، حتى المئذنة يعني عاملين لها هيك رمز مجرد بهي الشكل. في عندي كمان الأقواس اللي هي شفناها من شوي، مثلا كمثال إنه في كل عمارة المساجد وأغلبها يكون في أقواس بأشكال مختلفة. فمثلا كمان في عندي مثلا هون المساحة الخلفية تبع الجامع، مساحة الصلاة بالجامع هيك جوا، بعدين في مثل الباب هيك لبرا، والمساحة هاي الفاضية المساحة الخلفية اللي هي مثل بالجوامع التركية بنشوفها، إنه في صحن الصلاة وفي صحن خارجي اللي هو اسمه سون جماعت كل ما يري، أو مكان الصلاة المتأخرة. فهاي العناصر لساتها موجودة، محافظ على العناصر الأساسية، يعني الشيء الأساسي من يعني اللي بيعطيك إنه روح المسجد محافظ عليه، مقادنة قبة أقواس كذا كذا، ولكن بنفس الوقت عم يظهر مستوى تقني وتكنولوجي كتير عالي مثلا في تصميم هيك مبنى. فهذا الشيء كمان لازم ندير بالنا عليه. ف إذا نرجع لهدول الخمسة، بنعرف إنه هدول نوعا ما أساسيات في تكوين العمارة، حبيت أعطيكم إياها كمقدمة. في بعض الأساتذة بيعطوها هذا الموضوع، في بعض الأساتذة لا، أنا شفت حضورته عند بعض الأساتذة كانوا بيعطوه، حبيت أحكي بشكل شوي مفصل أكثر، ونوعا ما ذكرنا مصطلحات. اللي بيحب أي مصطلح يعرفه باللغة التركية إذا أنا عدى علي أو ما ذكرته، يسألنا على مجموعة التليجرام. طيب، ما هو علم البناء؟ بقي قسم صغير من درس، إن شاء الله هيك 10 دقايق بيكون خالص. علم البناء، ما هو علم البناء؟ ليش عم ناخد هي المادة اللي هي بناء بالجسي أو يابو بالجسي أو حسب جامعتك كيف مسميتها؟ ليش إيش أهمية هي المادة؟ أنا ليش باخدها؟ طبعا علم البناء أول مين حكى فيه معماري، يعني فينا نقول حتى أول معماري في التاريخ، أول معماري هيك حط قوانين للعمارة في التاريخ، هو كان اسمه فيتروفيوس، يوناني على الأغلب، مثل هدول المتفلسفين تبع بنوا يوناني، كمان عندهم فلاسفة وحطوا يعني حطوا قواعد أساسية للفكر الإنساني بهذاك الوقت،
فكمان بنفس الوقت فيتروفيوس ابي اللي هو كمان نفسه اللي رسمه دافنشي، شايفين هاي الرسمه، الرسمه هاي رسمه من رسمات ليوناردو دافنشي بال كان 1500 او 1000 عام 1600، يعني من شيء حوالي 4 500 سنه. فراسمه لهذا الشخص طبعا قديم كثير، يمكن ما بعرف اذا بقول 6000 سنه يمكن قبل الميلاد او كذا. فدافنشي رسمه لهذا الشخص بهي الرسمه، وطبعا هي الرسمه في لها عم يظهر دافنشي فيها مثلا الابعاد والتناسب بالنسبه للانسان، مثلا نسبه مثلا هون حاطط خطوط مثلا مثل ما بعرف اذا مبينه عليكم، في شيء تناسب بين القسم من هون لهون والقسم من هون لهون. فكان دافنشي بهي الصوره عم يشرح انه الله لما خلق البني ادم خلقه بنسب. طبعا هذا درس التناسب رح نحكي عنه ان شاء الله الاسبوع القادم او في الدرس القادم مباشره. المهم هذا فيتروفيوس حط القاعده التاليه، هذا المثلث هو مثلث حطه فيتروفيوس. ايش حكى فيتروفيوس؟ انه في عندي ثلاث امور اساسيه هي بتشكل لي العماره، اللي هي اول شيء الفيرميتاس واليوتيليتاس والفينوستاس. بعرف يعني يمكن اول مره بحكيهم هيك بهاللغه، ولكن الفيرميتا من اي اهم وحده؟ مثلا الفيرميتاس خلينا نبلش فيها. اصله بالفيرميتاس انه يكون المبنى ثابت، الدورابيلتي بالانجليزي او ممكن نسميها ستاتيك بالتركي، انه يكون المبنى ثابت. حتى ستاتيك كلمه انجليزيه يعني، ولكن في درس كامل نحن عندنا اسمه ستاتيك. انه انت المبنى اللي عم تحطه، المبنى اللي عم تبنيه وتصممه وتحط له اطراف وجدران وكذا، لازم يضل يحافظ على ثباته. ما بيحسن والله يعدي هواء ولا تصير عاصفه ولا كذا يروح المبنى. فاهم شيء بالنسبه للمبنى هو قابليه الثبات. طبعا ما انه حكينا نحن انه في عندكم عده سلسلات، مش شوي حكيت موضوع انه سلسلات من المواد. فمثل ما شفنا ببداية الدرس كان في سلسلة للتاريخ، قلت لكم واحد تاريخ واحد تاريخ اثنين وكذا، وتاريخ المعاصر بالأخير. كذلك الأمر في سلسلة كاملة تتعلق بموضوع استاتيك تبع المبنى أو الإنشاء تبع المبنى. ففي عندنا مثلا مادة استاتيك، في عندنا ما بعرف إذا بيعطوكم دايناميك، بيعطوكم مقاومة مواد، بيعطونا مثلا الابنيه الخرسان المسلحه اللي هي الكونكريت يابلار، وبيعطونا كمان ثاني شوي اظن صار في عندي مشكله. تمام هيك مش الحال. تمام بنرجع على هي السلسله. ففي عندي كمان كونكريت يابلار، وفي عدة مواد تانية مثل ال يمكن construction project وglow project أو هيك. فهدول كلهم سلسلة تابعة لبعضهم، فما كنا نحسن ناخذ مقاومة المواد إذا ما أخذنا الستاتيك، ما بنحسن ناخذ أبنية الحديدية أو الأبنية الخرسانية المسلحة إذا ما كنا أخذين مقاومة المواد. هذا بسموه زنجير درس، أنتوا عندكم لازم يكون في شيء مشابه. فهاي السلسلة من الدروس بتتناول ثابت او قابليه المبنى على الثبات. طيب هذا كان الدورابيلتي. في عندي الشيء الثاني المهم اللي هو اليوزابيلتي، او في نسميه الاشلاف، او بالعربي بنسميها الوظيفيه. شلون يعني الاشلاف وايش يعني الوظيفيه؟ يعني لما انا عم اصمم المبنى، رقم واحد حكينا عنه انه يكون ثابت، يكون ما يوقع، اي واحد. رقم اثنين انه المبنى اللي عم بصممه الاشلاف تبعه يكون يعني المبنى يحقق الهدف من وظيفته. انا اذا عم اصمم بيت، في عندي البيت بيلزمه مثلا حمام، بيلزمه مطبخ، بيلزمه غرف نوم، بيلزمه كذا. فهدول كلهم هدول اسمهم اشلاف او وظيفه. ايش وظيفه البيت؟ او ايش الشيء تذكر حكينا عنه مثلا الانسان، ايش علاقه الانسان بهذا البيت؟ الانسان ايش بده يعمل بهذا البيت؟ فهدول كلهم
بيتناولوا الموضوع الـ usability الـ utilitas. والموضوع الثالث اللي حكى عنه فيتروفيوس قال انه كمان هذا شيء جوهري من العمارة، اللي هو الجمال، او بالتركي بسموه مثلا الاستاتيك، من كلمة استاتيك، من كلمة انجليزية طبعا A-E-S-T-H-E-T-I-C aesthetic بيقولوها بالانجليزي، اللي هو معنى الجمال او الجمالية او الروح او اي شيء جميل. ف فيتروفيوس حكى انه ما بيكفي انه والله المبنى يوقف على اجريه، وما بيكفي المبنى انه والله بس ادخل مثلا اعمل الوظيفة منه وخلص وامشي، لازم المبنى كمان يكون له طابع جمالي، يكون حلو لما اشوفه للمبنى بيكون اقول والله تمام هذا المبنى جميل، احب ادخل او نفسيتي ترتاح في هذا المبنى. ففي عامل نفسي كتير كتير مهم بيحكوا عنه، مثل شوي كنت عم اقرا شيء لكوربوزيه، كنت عم احضر لاحد الدروس الماجستير عندي، فلكوربوزيه مثلا بيقول انه الجانب المادي كمان بنفس الوقت هو محتاج، عفوا الجانب النفسي محتاج للجمال مثله مثل ما بتحتاج انت للجانب المادي، يعني مثل ما انت محتاج للاكل والشراب فانت بتحتاج للجمال، فهذا الشيء لازم نحققه في مبانينا. طيب، فهي لمحة عن علم البناء ثلاثة تون. طبعا بالنسبة لدروس الجمال الاستاتيك بيعطوكم عدة دروس كمان عليها، اظن في شيء درس اسمه تمال تصرم، اكيد تمال تصرم، في دروس مثلا بيعطوكم يمكن اختياريه تتعلق بالفوتوغراف او بالرسم الحر او اي دروس ثانيه مشتركه بينكم بين المعماري الهندسه المعماري وبين الهندسات الثانيه، فبياخذوها مثلا مهندسين الديكور، بياخذوها جماعه التصميم، جماعه الفوتوغرافيك ديزاين او الى اخره، فهي بيعطونا اساسيات في الجمال، الانسان شلون بيفهم الجمال، انه الانسان على اي اساس مبني الجمال عنده، انا على اي اساس بطلع على شغلي بقول هي جميله هي قبيحه. هذا الشيء طبعا له علم، مو انه والله هيك انه عن عبس الانسان بيفضل الاشياء الجميله او كذا. طبعا في الدرس القادم مباشره الدرس الثاني من هاي الدوره راح احكي عن مصطلحات تابعه لهذا القسم، مصطلحات التناسب، الالوان، كذا، دول كلهم اشياء مهمه. طيب، حكينا شوي عن علم البناء، نفس هالامور، الامور الثلاثه اللي حكيت عنهم هون حاطط لهم كل وحده كنت سنم صغير او سلايد صغير، راح نخلصهم او نعديهم كمان بسرعه. طبعا مثل ما قلنا واحد او اثنين الوظيفيه، اللي هو واحد من الثلاث امور اللي بتشملها علم البناء. ايش الوظيفيه؟ مثلا هون في احد مباني المعماري فرانك لويد رايت، اللي هو المعماري امريكي، الباني مبنى هذا اللي نحن شايفينه الجوجنهايم ميوزيوم، ابحثوا عنه في شو اسمه في جوجل، مبنى كتير حلو جميل من برا لذيذ، ولكن بتشوفه من برا بتشوف له شكل معين هيك دوائر، عدد دوائر فوق بعضها، ومن جوا لما بتدخل لقلب المتحف كمان بتحس بنفس اللغة، بتحس بنفس الجمال، انه انت عن جد لساتك جوات داخل هدول الدوائر. فمثل ما اللي شايف هون يعني في عندي عدة دوائر فوق بعضها، ومو بس بكفي هون الدوائر او الجمال هذا، ولكن الاشلاف او الوظيفة تبع هذا المبنى، الوظيفة انه انا يكون عندي ميوزيوم، متحف، فبعرض لوحات مثلا، فبعرض اشياء اعمال فنيه وهكذا، فعامل المبنى بطريقه نوعا ما حلزونيه، انه الانسان او الزائر لما يطلع يدخل من نقطه يمشي، هو خلال هو عم يتفرج على هدول اللوحات، يصير يدور في المبنى كله، يوصل لفوق وبعدين يرجع ينزل بنفس بطريقه تتفاعل مع وظيفه المبنى، فانت بنفس الوقت عم تحس بالمبنى نفسه، وعم تحس وعم تأدي وظيفة المبنى أو الشيء اللي أنت جاي كرماله، اللي هو عم تزور المتحف.
فهي كان يعني أحد أهم الأمثلة اللي بتحكي عن الوظيفية. طبعا في أمور تانية، نظريات يعني معمارية كتير شوي يعني مو معقدة ولكن متقدمة تاخذوها فيما بعد. مثلا في مقولة دائما معروفة إنه form follows function، الشكل الخارجي يتبع function الوظيفية. الإشلاف، كلمة إشلاف رح تسمعوها كتير كتير، أنا يمكن سنتين كاملة تضل بسمع كلمة إشلاف بالدرس وما أعرف إيش فيه. فلذلك لازم يعني تعرفوا هدول المصطلحات. أي شيء تسمعوه مثلا من الأستاذ ما بتفهمه فورا اسألوه على الجروب مثل ما اتفقنا، أو أي شيء أنا بحكيه ما بتفهمه أو بتريدوا ترجمته للتركي أو للإنجليزي كمان احكونا أو اسألونا. يعني قصده هون انه المبنى نفسه بصير بياخد شكل الوظيفة اللي هو عم يقوم فيها. فمثلا ليش نحن بنشوف ملاعب كرة القدم كلها هيك لها شكل دائري نوعا ما، ممكن تكون هيك يعني مستطيلة ولكن كلها حوالين شيء. ليش؟ لانه انا مجبور انه اوزع الجمهور على الاطراف، ما بحسن والله احط اذا الملعب هيك عندي وبعدين احط الجمهور هيك صفون ورا بعض بشكل قطار مثلا، لازم يكونوا هيك بشكل مدور او مركزي. فلذلك هيك مباني بتكسب شكلها المدور والمركزي. هي فكرة الاشلاف، انه الهدف من المبنى نفسه كتير مهم. موضوع الهيكل الستركتور اللي حكينا عنه اللي هو فيرمابيليتي او الفيرميتاس، يمكن كان حكي عنه فيتروفيوس، انه المبنى يثبت يضل بحاله مثل ما حكينا في دروس الستاتيك، في دروس دايناميك، في دروس مقاومة، في دروس بيتون ارمي يابولار، في شليك يابولار وهكذا. فكلهم بيصبوا بنفس المفهوم انه شلون انا اثبت المبنى واعمله مبنى يقف على اجري. فكلمة كمان معروفة اسمها structure اللي هو مأخوذة من كلمة بالانجليزية structure أو الهيكل الإنشائي أو المبنى الإنشائي نفسه. وآخر قسم، آخر شيء بدرسنا اليوم اللي هو الاستاتيك اللي حكينا عنه كمان، القسم الجمالي، الطرف الجمالي. يعني ما بعرف أنا ليش حطيت أغلب هلأ لاحظ أنه أغلب المباني هيك لها شكل عضوي نوعا ما، ولكن الإنسان لما بشوف هيك مباني أو لما مثلا بيعيش بهيك، مثلا نفترض تخيل حالك عايش بهيك أورطام، فها يعني بيبعث عن الراحة النفسية أو بتحس حالك إنه عم تتواصل نوعا ما مع البيئة، مع المحيط، مع المبنى، مريح، كله شيء تمام، كله حسب حاجة الإنسان لهذه المباني. فالجمالية كمان أمر كتير كتير حلو، لازم نعرف قوانين الجمالية اللي هي رح ناخدها بالدرس القادم. قوانين مثل التناسب، التناظر، أنواع الألوان، في شيء التوازن البصري وهكذا. في هدول كلهم الأمور لازم نكون نعرف عنها. طيب إن شاء الله ما يكون صار في مشكلة بالفيديو. هيك أنا بكون أنهيت درس اليوم. طبعا كنت محدد الدرس يكون ما بعرف نص ساعة بالبداية، ولكن بياخد ثلاث ربع ساعة حصة عادية. يعني أأمل أنه أكون أعطيتك كل شيء بتريده أنت في هذا الدرس، يكون أنت صار عندك فاونديشن أو قواعد تمل بالتركي، أنه تمل يكون عندك لمفاهيم العمارة، وأنت كمعماري إيش شغلتك أو تصميمك كيف رح يكون، أو هل حكي هدول الأمور. الله أكبر. فكان هذا الدرس معنا أساسي. دروس القادمة إن شاء الله رح نفصل كل وحدة من هدول اللي حكينا عنهم بتفاصيل زايدة وكثيرة. وبشوفكم بخير، خليكم معنا، بشوفكم بالدروس القادمة. السلام عليكم.